حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أعلنت لجنة الاقتصاد النيابية أن هناك الكثير من الخروقات الإدارية والتعاقدية في مؤسسات الدولة، ومنها شركة الموانئ العراقية، في ظل وجود شركات وهمية يترتب عليها هدر في المال العام يصل إلى 20 تريليون دينار. وقال عضو اللجنة ياسر هاشم إن ما يحدث في الموانئ العراقية هو سرقة القرن الأكبر في العراق، وهو الأخطر، مشيرا إلى أن التعاقدات التي تجري حاليا تكبل البلاد في تسديد ديون وفوائد بمبالغ طائلة، رغم أنها مورد اقتصادي مهم، مبينا أن الموانئ باتت خارج السيطرة القانونية والإدارية للحكومة الحالية. شكا مزارعو محافظة القادسية من شح المياه المتوفرة للزراعة، مما دفع بعضهم لترك مساحات من هذه الأرض دون زراعة، بينما يفكر آخرون في ترك مهنتهم وأراضيهم. قال المزارعون إن الماء لا يكفي للزراعة، وإنهم تكبدوا خسائر كبيرة بسبب تكلفة السماد والوقود، وإنهم يعملون بمهن أخرى من أجل الإنفاق على مزارعهم، فيما أكدوا أنه في حال استمرت أزمة المياه في المحافظة فإنهم سيتركون مهنة الزراعة وسيجبرون على النزوح من مناطقهم إلى المدينة للبحث عن عمل آخر. تصدر العراق قائمة الدول التي زادت واردتها من تركيا خلال الربع الأول من العام الجاري. بحسب بيانات من مجلس المصدرين الأتراك، فقد زادت قيمة الصادرات التركية إلى العراق إلى رقم وصل إلى أكثر من 692 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. إلى ذلك، حل العراق في المركز الخامس ضمن البلدان الأكثر استيرادا من تركيا بين كانون الثاني وآذار من العام الحالي. توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد الليبي بنسبة تتراوح بين 4.8 و5.8 بالمئة خلال الأعوام من 2024 إلى 2026، على افتراض الحفاظ على الاستقرار السياسي والقطاع النفطي بشكل عام خلال عام 2023. وأوضح البنك الدولي في تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استقرار فائض الحساب الجاري الليبي عند نحو 26 إلى 28% من إجمالي الناتج المحلي خلال المدة من 2024 إلى 2026 بافتراض استقرار إنتاج النفط. قالت الصين إن ناتجها المحلي حقق في الربع الأول من العام نمواً بنسبة 5.3% على الرغم من الأزمة العقارية التي تضرب البلاد وتباطؤ معدلات الاستهلاك نتيجة المخاوف الاقتصادية. وكان عدد من الخبراء قد توقعوا أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام 4.6%، لكن الأرقام التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء فقط توقعات الخبراء. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.